مرحبا فيكم، معكم أمين التاجر. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من عرفتوا شلون. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن موضوع وايد أحبه، اللي هو موضوع البروسيسرز أو المعالجات اللي موجودة داخل كمبيوتراتنا. وأبي أخذكم بس من البداية على أساس تعرفون إيش قد هالتخصص جميل، وفي وايد تفاصيل تقنية يمكن مو كل من يدري عنها، فقلت شوية أسلط عليها الليت اليوم. طبعا موضوع المعالجات جدا مهم في الكمبيوتر. ليش؟ لأن الكمبيوتر بشكل عام في ثلاث قطع مهمة. في عندك السي بي يو أو المعالج، وعندك الذاكرة اللي هي الميموري، وفي عندك شغلة يسمونها الاي او أو الانبوت اند اوتبوت ديفايسز. هاي الثلاث قطع بشكل عام هي اللي تتفاهم مع بعض على أساس تعطيني هاي الاكسبيرينس اللي نسميها استعمال الكمبيوتر. المعالج بشكل عام في حواسبنا هو أهم قطعة بالنسبة لي، أنا أهم قطعة زين اللي يصير فيها معظم الشغل. كل الكالكوليشنز تصير داخل المعالج، كل التفاصيل لها علاقة بالسرعة، الحاسبة، السوالف، البرمجة كلها تشتغل داخل هذه المعالج بالتحديد. وايد أولا ما عندهم فكرة شلون هاي المعالجات تسوي، فخل أعطيكم نبذة شوية. بشكل عام الموضوع كله يبدي شلون. يمكن سمعتوا الأوائل يقولون يعني ترى في النهاية المعالجات ترى يسوونها من رمل، وهذا الواقع. لأن بشكل عام شركات عودة مثل انتل، مثل تي اس ام سي اللي تسوي البروسيسرز حق اي ام دي مثلا وانفيديا وهالشركات الثانية، عادة ياخذون رمل جدا نقي وبعدين يسخنونه لدرجات جدا مرتفعة ويصير سيليكون، إذا مر عليكم موضوع السيليكون. وبعدين يقصصونهم في شغلات يسمونها الويفرز، إذا مرت عليكم بنحط الصور طبعا. هذين الويفرز هم الأساس حق البروسيسر، كأنك قاعد تقصص من هذه التمبلت اللي عندك. وبعدين لازم عندك ديزاينر، لازم عندك واحد عن طريق لغات جدا معروفة، طبعا مو لغات برمجية، لغات يسمونها HDLs أو Hardware Description Languages، لغات مختصة أني أنا أصمم Digital Circuit بس أني أنا أكتب Behavior أو مثل ما نقول السلوك مال هذه الدائرة الإلكترونية على هيئة كود، وبعدين لأن أطبع الكود مالي ينطبع على هيئة Digital Circuit. هذه اللغات اللي نسميها من HDLs يسمحون لي أن أنا أسوي الديزاين مال البروسيسر كهيئة كود، وبعدين ينطبع على هذه التمبلت اللي تكلمنا عنها اللي يسمونها الويفرز. فالأوائل اللي يصممون البروسيسرز يأخذون عملية جدا طويلة. أول شيء مثل ما قلنا يصممون البروسيسر، يحاولون يعرفون الفيتشرز اللي يبون يسوونها، ويكتبون السلوك ماله على هيئة كود، على هيئة كود لغات معروفة مثل الفيريلوج، عندنا VHDL، لغات وايد معروفة اللي عادة اللي شغالين في ذا المجال يستعملونها on a daily basis. وبعدين هذه اللغة تقوم تحول السلوك مالنا مال البروسيسر أو المعالج حق شغلات كلش تعتبر low level، مثل الجيتس إذا مر عليكم اللي هم البوابات الإلكترونية، الجيتس، الاند، الاور، الاكسور، النور، هاي الشغلات اللي يدرسونها عادة الأوادم في الديجيتال إلكترونيكس. الحين نقدر نطبقها على هيئة ترانزستورز، المكون الأساسي حق الكمبيوترات الحديثة اللي عندنا إياها. فالفكرة أن أنت تحاول تخلي كمية كبيرة من الترانزستورز داخل التصميم مالك الصغير على أساس تقدر تطبع منه أكثر من كوبي. كل ما تقدر تصغر الديزاين مالك تطبع كمية، تقدر تسوي كمية أكبر من البروسيسرز مالك. وفي النهاية هذه كل الديزاين مالنا يمر على عملية يسمونها الفوتوليثوغرافي. والفكرة أن شلون نقدر نذوب بعض البارتات من هذا الويفر اللي عندنا إياه، وشلون نقدر نجففه على أساس نخليه داخل الكمبيوتر تشيب اللي تنباع لكم على هيئة كمبيوتر بروسيسر. فبشكل عام السي بي يوز فيها تفاصيل وايد، وتعتمد بالضبط على الشغلات اللي تحاولون تحققونها. مثال ايام البلاي ستيشن حق الاوارم اللي حقوا على بلاي ستيشن 3، اللي ذكر بلاي ستيشن 3 البروسيسر مالها كان جدا مختص بهاي العمليه. وطبعا ليش هالموضوع كان مهم في حزته؟ لان اللي صمموا البلاي ستيشن 3 سوني كانوا يحاولون يحققون ليفل معين من البرفورمانس من الاداء، وما كانوا يقدرون يسوونه عن طريق البروسيسرز اللي موجوده من قبل، فاحتاجوا ان يصمموا البروسيسر مالهم من البدايه للنهايه حق هذه الغرض اللي عندهم. طبعا اذا بنتكلم على البروسيسرز نقدر نتكلم وايد، مجال جدا جميل. وبعدين ان شاء الله في الحلقات الجايه بنتكلم عن موضوع يصير فوق السي بي يو اللي علاقه بالسوفت وير والكومبايلرز. فشوفكم الحلقه الجايه.